بوه ما عرفت. اخوتي المغاربة السلام عليكم، كما العادة حميد يعود اليكم. بلا ما نبقى نقول عجالة، انا كنقول عجالة وبعض المرات كنطول فيها، لان مسائل حسية. كنوضع موضوع علاش كنهضر، وبعض المرات كنخرج على الموضوع. وبالمناسبة والله العظيم بالله يسمحوا لي الناس على الفيديو اللي سبق على الهضرة المعيور، ماشي من طبيعتي، ولكن كنت مضطرا. يسمحوا لي الناس إلا خسرت الهضرة ولا أعوذ بالله. أنا الفيديو ديالي كيشوفو مع عائلة ديالي، كيشوفوهم ولاد أختي ولاد خوتي ولاد خوتي. إذا لا داعي لهذا، أنا ما نقدرش، ما نبغيش أن ولد أختي ولا ولد أختي يشوف بأن خاله ولا كيخسر الهضرة، كيقول أعوذ بالله. أستسمح مرة أخرى خوتي المغاربة الله يرحم والديكم، غضبة من القلب والله، إلا من القلب الله، ماشي جيت وانفجرت، فجرتني الأوضاع اللي كيعيش فيها المغرب، ماشي مشكل. الله يرحم والدين مرة أخرى، سمحوا لي بزاف وبزاف. بغيت نرجع للموضوع اللي هدرت عليه البارح، أن يعني مني كتعفي وزراء وكتقول الوزراء أنتم ما ترجعوش كاع للخدمة. خوتي المغاربة الله تبعوا معي الله يرحم والديكم. كتعفي وزير لأنه ما قامش بالمهام ديالو، ما حكمتيش، حنا بغينا المحاكمة ديالو. أنت غير عفيتي، قلتي لي سير لدارك، سير قابل شغل الفيرما ديالك، البنان والتفاح والتوت، أوكي. ولكن راه في العهد ديال داك الإنسان، اسمعوا لي يا خوتي، وهذا راه جاية، أن في العهد ديال داك الإنسان اللي ما قامش بالمهام ديالو، ما خدمش الخدمة ديالو، ناضوا دراري، رجال ماشي دراري، رجال ناضوا في الريف، ودافعوا على حقوقهم. هذاك صرفتيه، قلت لي سير الله يعاون، وهذاك اللي ما داش الخدمه ديالو، شديتي انت هذوك الرجال والاطفال والنساء ودخلتيهم الحبس لانهم غير احتجوا. هنا يا صاحب المهابه وصاحب الضلاله، لوجيك نفكروا حنا غير لوجيك. واحد الانسان قلتي ليه سير دي واحد المهمه ما دارهاش، احتجوا الناس، شديتي الناس دخلتيهم الحبس، وهذا قلتي ليه عفيت عليك صافي انت ما وما تخدمش مره اخرى، وضحوك ولا لا. اذا هنا بشرى لكم، انا لا بشرى لي انا، حيت انا ما بغيتش الملكيه تعفو عاوتاني مرة أخرى، عفو ملكي على كاع، لا 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 لا، مبقيناش بغينا العفو، رجع ليهم حقهم. هادوك الناس اللي ظلمهم اللي خرجتيهم انت، ما ديتيهمش للحبس، ولكن هادوك كانوا في الحبس اللي ما داروا والو، ومن بعد غتقول له عفو ملكي وساليت الهضرة. تشديتي عام 6 شهور 8 شهور، تعويض وعتيرة. ما بغيناش عفو، بغينا المحكمة. وهنا دوك المحامين ديال دوك البيجامات اللي كيلبسو دوك البيجامات، ما بغيناش عفو، بغينا اعتراف الدولة المغربية بأنها أخطأت في حق مغاربة ودخلتهم الحبس. الإزعاج اللي دارت لهم في حياتهم، لوالديهم، لخوتهم، العائلات ديالهم، تخلصهم على ذاك الإزعاج. ما داروا والو، دخلتيه الحبس، وهذاك اللي دخل
اللي خلق ليه المشاكل، قلت لي الله يعاونك السي الملك ديال الخا. والملكيه انتما اخوتي كتعرفوها، يعني شوفوا هاد القضيه هادي واحد يعني واحد القفزه نوعيه، قفزه نوعيه انني باش تعرف الملكيه ديال ما تلفات ما بقاش كيحيدوا السياسي، حيدوا حتى العسكريين. ها العسكريين بلاتي زعما دابا صلحتي، دابا انت المشكل تا هما شنو خرجتيهم لا روتريت. الى خرجوا دوك لا روتريت خص يدخلوا ناس اخرين، واللي كانوا تحت غيطلعوا الفوق يطقاو. والشعب المغربي شنو يربح من هذه القضيه كاع؟ غيولي يخلص لا روتريت لهذاك والاخر، ويخلص الراتب الشهري لذاك اللي طلع جوج الحوايج ولا تعنى. يعني كنا في الاولى عندنا مشكل غير مع داك اللي كاين، هذاك قلتي لي سير لا روتريت غيشد لا روتريت، شكون اللي كيخلصها؟ انت خويا المواطن، انت خويا المواطن اللي كتخلص لهذاك الكولونيل الجنرال الحمار اللي ما عمر تفرقعت حداه حتى النشا. الى تفرقعت حداه النشي يتلاح كوفريمو. وجنرال ديال اش ديال هو غادي يخرجوه للمعاش، انت اللي غتخلص المعاش صاحب جلاله، انت اخويا المغربي اللي كتخلص. امول السردين، امول الزيتون، امول الكومير، امول الحانوت، نتوما اللي كتخلصوا ليه المعاش ديالو باش يتفطح 3 المليون. هو بلا ما نهضر على داكشي اللي دا قبلها، وداكشي اللي كيولي السباق نووي على خصني نوصل قبل ما يلوحوني. كيوصلوا كلهم وتلاح ولا ما يتلاحش، واخا يلوحوه عنده فين يمشي، عنده ما واش عندك انت خويا المغرب الله يرحم عليك. هاد السلطوية الملكية ها ما بقاتش غير على سياسيين، ولا هذا ظاهرة ولات دابا ظاهرة أول مرة وقعت في اللي كنعقل أنا وعمري ليس العمر ديالي ليس بقليل، ولكن كنعرف السياسة المغربية وكنعرف كيفاش كانت واش ولات وفين غادية. ما خويا المغرب انت والله ما وصلك شتي من هاد التغيير ولا حيد العسكر ولا حيد، والله انت ما يوصلك شي حاجه بالله. هاد غي وضحوك نكته كيعاودوها لك هنا وكتلاها معاها. كما قلت لكم قبل انت خويا المغربي وانا، وقول لي الغضبه الملكيه اش غتبدل انت في الحياه ديالك؟ شنو غيتبدل؟ غتولي حسن هادوك مشاو غياخدو لا روتري ديالهم وغيطلعو الاخرين غياخدو فلوس اخرى، ما درنا حتى حاجه، بقينا تما كندورو في بلاصه وحده. غضبه ملكيه كما قلت، اعوذ بالله ما بقيتش نعاود ديك الهضره ديال البارح. سؤال بسيط، اي انسان عطى الله العقل كيفكر بان اوكي الملك دار غضبه ملكي علام لا وزراء، اشنو ما داروش في حق الريف وفي حق المغرب كامله؟ حنا كنهضروا دابا غير على الريف. اذا ملي كتعفي انت وزراء لانهم ما قاموش بالمهام ديالهم في الريف، كنطري على الريف، وقلتيهم، وعلاش كتشد ولاد الريف في الحبس؟ لوجيك، انت اعترفتي بان ديك الدوله والحكومه ديالك وداك الخزعبيلات ديالك ما قامتش بالواجب ديالها في الريف، ورياضه احتجوا. هادوك قلتي لهم عفا الله عما سلف سيروا تسبحوا، ولكن الاخرين في الحبس.
إذن أخوتي المغاربة أنا كنقول لكم ها هي منتظرة، وربما لا سمعها هاد الهضرة ديالي لا سمعها علي الهمة ولا غيقول اه قالها القضية شنو، غيقول لي اعفاء اعفاء عفو عفو ملكي على هذه الخطة اللي تابعينها هما دابا، حيدنا الوزارة ها هما الجنرالات وجاب الجنرالات الهضرة ماشي مشكل، ولكن تنقية الخطوة الثانية هي غيقول لك عفا عفا عفا، شكون اللي كيعفو؟ انت ملي كتهضر مع انسان كتقول الله يعفو عليك، ني هذا ولا الملك كيعفي علينا ويعفي عنا على ولادنا وعلى حياتنا وعلى وليداتنا وعلى، ردوا بالكم فين غاديين نتوما، راه جايينكم هاد القضية عفو ملكي سيالي هاد هاد حيدنا وحيدنا وحيدنا ويقولك الريف عفو ملكي شامل على كل شيء، ما بغيناش عفو، حنا بغينا المحكمة تقر ببطلان، ها الفرق ماشي عفو، ما بغيتش انا عفو، والتعويض تعويض دوك الناس هادوك الترونسبور ديال السي بوت زفزافي وبوت فلان وفلان وفلان والزوجة ديال المهداوي ووليداتهم التشرد، عوضوهم لان انتم السبب في هذا الشيء، ياك اعترفتوا بان هادوك غلطوا واعترفوا بان هادوك الناس ما داروا والو، ولا ما داروا والو خصكم تعوضوهم على كل صغيرة وكبيرة، ولو ان التعويض عمرو ما كيعوض، راه نحرمك انت من ولدك ومن بعد نعطيك مليون ولا جوج، واش هذاك المليون كتعوض هذيك ديك الفتره اللي تحرمتي من ولدك ولا نعستي بوحدك ولا، ماشي غير انت، شوف الطفل شوف الاطفال ديال هاد الناس، شوف الوالدين ديالهم المرضى منهم، شوف كيفاش عاناو. اذا الدوله المغربيه ما بغيناش عفو، انا كنطلب حق ان المحكمه تبرئه، شي الا كان عفو هزكم الماء وما كتسالو حتى حاجه، ناين خص المحكمه تقول بان ما درتو والو ما درتو والو بداك الحكم ديالكم، وحنا اللي غنخلصو وحنا مستعدين نخلصو لاي مغربي تعذب، اي مغربي قاصة فرقوه على ولادو على احبابو على مرتو على على والديه، من حقه حنا نخلصو، حنا الشعب المغربي، انت كتغلط الحمار وحنا نخلصو، ولكن في هاد المسألة هادي نخلصو بكل فرح، ما بغيت انا لا ميادين ولا مزابيل ولا، بغيت دوك الناس ترجع لهم حقوق ديالهم، ما تقوليش ما عندكش الفلوس ولا دير لي هذيك هذيك داك الشيء ديال العهد الحجري ديالكم والعهد السداسي والعهد السباعي ولا لا، هذوك الناس عن خطأ عن ظلم اعتقلوا شردوا، شردت العائلات ديالهم، الحروب اللي دوزتوا عليها والله ما عندها ثمن بالله، خصكم ما بغيتش عفو ملكي، عفو يعني قانوني قانوني، اما حنا الشعب حنا عافين عليكم عافين عليكم، الله ينصركم الله يزيدكم، ما ننساوش الناس اللي الاجسام ديالها ولا تبحث تيلوات مساكن بالجوع، كلشي داكشي كيديروه من اجلنا حنا، ما نغلطوش الله يرحم والديكم، خليكم على صواب. اخوتي المغاربه ما بغيتش نطول اليوم، كنقول هاد الهضره ديما،
ولكن استسمح مره اخرى على ذاك ديك ذاك انا كنسميها همجيه بان صعرت ربي اللي شاهد عليا بان ما شاهدك هو الهدف ديالي. ما كنبغي نعاير ما كنبغي ما نعاير ما نتعاير ها، ولكن الظروف ظروف خوتي المغاربه الله يرحم والديكم. مره اخرى استسمح والى فيديو اخر. شكرا. Thank you, sir.